السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه جواب ان شاء الله. واحد الاخوه بعث لنا المشكل هذا، ايش يقول؟ يقول عندي عطل حصل بشكل مفاجئ، شعرت ضجيج في المحرك ورجه قويه عند التسارع، تجاهلت الموضوع لبعض كيلومترات ثم تفاقمت الصوت تقطقه ورائحه كريهه من الخلف، فحصت البخاخات الاربعه تعمل عن طريق الفورسكان معاينه البخاخات تمت بنجاح، ولكن المشكله ما زالت. في بضعة أشهر لما أدور تكيف اسمع طقطقة، ولكن لما أضغط من بضعة أشهر يعني من عند حكاية قديمة يضغط ديزل يحس الصوت نحى. هل ينفع تبديل فخات أم أن الموضوع أكثر من ذلك؟ ممكن عمود لكرانك، ممكن كذا. هو الصوت هذا ما قلناش هو يعني شنو النتيجة متاعه، علاش هذا ناتج عن سرعة كبيرة، هذا يسموه احنا يعمل قماش او بيل او يعني الكرنك في صارت فيه مشكله، او البيستون صارت فيه مشكله، او البيله صارت فيها مشكله، يعني هذا من السرعه المفرطه حسب رايي انا يعني. لكن هو ما قالناش وقتاش السرعه اللي كان فيها قديش، وهل شعلت له لمبه زيت ولا ما شعلتلوش، ما قالش. هذا موضوع اخر. هو صوت قوي وكأنه بيلة، يعني مش هو صوت قوي وكأنه بيلة، مش حاجة أخرى، مش حاجة كثيرة. لكن أنا مش نعطيه حاجة يعملها نشوف تجيبش نتيجة ولا حاجة. عند البخاخات هذوما الكلهم الأربعة يجي كل بخاخ ينحيل الفيشة متاعها ويجرب الصوت ينقص ولا لا. إذا كان يحب يصور يبعث لي، يصور يبعث لي. كل بخاخ ينحي، شوف أي واحد منهم الصوت متاعه يخف، يعني الصوت في المحرك ينقص يعني نوعا ما، او يمشي مره واحده. هذاك هو اللي فيه العله، هذاك يركز عليه هو. يعني اذا كان ما فحصش البخاخات جمله، هو ما نحاهمش من مكانهم، يقدر يحيهم ويهز يفحصوا، او ينقل بخاخ مكان بخاخ ويشوف العطل تنقل معاه ولا قاعد في مكانه. كانت تنقل معاه العطل تحلت المشكله، معناتها المشكله من الانجكتور من البخاخ، وكان العطل قاعد في نفس المكان معناتها المشكل في الموتور. هذا يعني الحل البسيط، اما هو الاكثريه يعني في الموتور الداخل. هذا مثال على ذلك، يعني نجم يكون فيها نفس المشكل هذا اللي هو نسموه احنا دي بي ال او كوسيني مكسر، او في البركان كسر. فما برشا اسباب، كرانك او بيلا او قشور او اي حاجه يعني تكون سبب في القلبية في البركان في الكرنك. هذه حاجات يعملها الصوت هذا، وأسباب كثيرة. عندنا أحد الإخوة المتابعين بعث لنا بعض الصور، عندنا المحرك متاعه فك منه القطعة غير متاعه لأنه عامل صوت
اللي يعمل صوت المحرك، فك المحرك بتاعه، واللي وجد ان هذوما الاخشور هذوما يعني المحرك يعني عامل بيل، يعني المحرك عامل بيل يعني صارت له مشكلة ولا يقربع ولا يطقطق فيه مشكلة. بعد من الصور يعني يشاور فيا كون ركب يعني الخشور هذوما الكوسيني ونرجع ولا شنو نعمل. طبعا الكوسيني هذوما اللي هم الخشور هذوما اللي ركبوا في الكرانك الظاهر عليهم كونهم محروقين على الاخر وداروا كلهم، يعني مجي لما يدور هذه القشرة هذه لما تدور في وسط البيالة دورة كاملة معناتها البيالة نفسها اتحرقت، يعني البيالة نفسها توسع من المكان اللي فيه الكوسيني هذا وين يركب الكوسيني، الدائرة نتاع البيالة هذيك توسع تولي واسعة، كي تولي واسعة تولي ما عادش تمشي على الكرنك هذاك إلا ما ياخذ الكرنك للخراط للتور. شوفوها حتى من الخلف كيفاش جرحت، شفتوها معناتها دارت في وسط الكوسيني، دارت في وسط البيالة ودارت عارف البركان، معناتها هذا يعني لو يركب الكوسينية على او القشور على هذا على هذه الكرنك هذا مش حيمشي اكثر من ساعه من زمان وعاود يعمل نفس المشكله، لان محروق هذا الكرنك يكون محروق لازم يفك المحرك كامل وياخذ الكرنك اللي هو الكولو او الفيبوكا للخراط ياخذ القياس نتاعه ويخرطه او الكود او يغيره او يشوف معاه اذا كان هو نفس المشكله اللي موجود فيه، لان هنا باين اللي هو مفك المحرك كله نحى البيستونات، لكن هنا مش مبين اللي هو هذه اظن البيلات هذوما الاثنين اظن هم السليمات اللي هم لابس عليهم ما فيهمش اشكاليه، وهذول الاثنين اظن اللي هم فيهم اشكاليه لان هون يبين فيهم اللي هو سخنين شويه، اذا كان هم هذوما الزوز بيلات اللي هم فيهم المشكله نتاع القشور اللي تحرق الكوسينيه تحرق، معناتها هذوما نفسهم البيلات نفسهم لازم يتغيروا او يتعمل لهم بريناج، يعني عند الخراط يعرف شنو الخراط كيش يعملهم وينظمهم من داخل لان ما رجعهمش على نفس الحرقان هذا اللي موجود فيهم. انا حتى هو وش السلندر اللي هو الكلاس بعث الكلاس هذا يورينا فيه الكلاس ظاهر انه هو نظيف مش حارق، يعني مكان الزيت مازال تمسش، مكان الاربركمات كله ظاهر لابس عليه، مكان البوسورات ظاهر لابس عليهم يعني ما همش محروقين يعني سليم، كلاس ظاهر انه هو سليم. طبعا الغطاء نتاعو ما وريناش ممكن يكون سليم حتى هو. طبعا نشوف هنا حتى الشيميز متاكله شويه، شفتوها الشيميز انا الشيميز متاكله يعني القميص متاكل يعني محروق شويه، يعني بحاله هذه باش يغير هو السجمونات او الفاشي او الشمبر يعني لازم يرد باله يشوف العملية، لازم يرفع البلوك هذا كامل للخراط، يعني ياخذه كامل للخراط ويشوف يعني القياسات نتاعو، إذا كان سليم يعمل السجمونات ويشوف ويركب إن شاء الله يعني يمشي معاه، لأن سيارة بنزينة ما تخوفش برشا كما الديزل، وإذا كان مش سليم هنا لازم يتصرف يا إما ياخذ البيستونات أو الكود أو يغير محرك، المهم يعني حسب ظروفه المادية الإنسان، لأن ديما ننصح أنا بتغيير المحرك. لكن ما ننسيش ما ندريش على الانسان شنو ظروفه الماديه، يمكن توا يعمل سيجمونات او شامبر ومره اخرى يغير محرك لاني ربي يسهل ان شاء الله. نرجع لموضوعنا في هذا كما قلت لك هذا لازم الكرانك ياخذ صاحبه للتور للخراط باش يقرر اللي هو يلزمه خرطان ولا لا، وهو اكيد هذا يلزمه خرطان، اما باش يطيح اول خرطه او ثاني خرطه ما الله اعلم، او ما عادش فيه خرطان الله اعلم، هو هذا الخراط هو اللي يقرر الموضوع هذا، لان الخراط يعرف العمليه بعد القياس يعرف الفم. والحاجات هذه نتيجه اهمال احيانا من تغيير الزيت او الضغط بقوه على المحرك يعني بسرعه كبيره، في ناس مهبوله جري يعني تجري، يعني انسان الجري راهو كل مضره للمحرك ومضره للسياره ومضرة حتى للشخص لا قدر الله في حالة حادث، يعني السرعة كلها مضرة، وهو كل المشاكل اللي نشوف فيها تو عندي في القناة ويشكو منها كلها في يعني من يعني من من, من إفراط في السرعة، كلها سببها الإفراط في السرعة، اللي مكسر تربو واللي عامل قماش واللي عامل هيك بيال واللي صوت المحرك تغير عنده واللي سكت منه طفت منه في الطريق ويجري،
فالسرعة في السيارات الحديثة، السيارات الحديثة تجري بكيفية كبيرة برشا، ما تقولكش لا، لكن يعني كل حاجة عندها حد. يعني تو مثلا السيارات الثلاثة سلندر هذوما كيما 301 في البيجو، كيما في البولو في الفولكسفاجن، هذوما راهم سيارات نتاع مدينة، نتاع وسط مدينة، مش نتاع ماشي باش يمشي بهم 1000 كيلومتر و500 كيلومتر ويجري في 140 و150، هذوما ما يتحملوش، ما يتحملوش، هذوما صنعوهم أصلا داخل المدينة. يعني الإنسان حتى كي يمشي لبرا لازم يحافظ على السرعة نتاعو في المحركات هذه، بالخاصة ثلاثة سلندر هذه، ثلاثة بساتم هذه، ثلاث شمعات، لازم يحافظ عليهم أقصى تقدير، يعني ما يفوتش ال 120 لو أقصى تقدير، ويكون عنده زيت كويس اللي هو زيت ممتاز، زيت 45 أو 10-40، والسرعة ما يفرطش في السرعة، لأن ثلاثة سلندر ما يتحملوش. الأربعة سلندر يعني 130-140 يعني تمام ممتاز، يعني ما أكثرش، يعني السرعة راهي قاتلة، يعني مهما كان الشطارة متاعك في السياقة، يعني يا إما جي في راس المحرك، يا إما جي في راس السائق أو في راس السيارة تمشي معاش تتصلح. فما عدة أسباب يعني تصير مش فيها ضرر كبير للشخص وللسيارة. إن شاء الله نكون أفدتكم بالمعلومات هذه والنصائح هذه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.